تكونش دي عروسة البحر يا حميدة يا أختي؟ يا ريتها يا أختي كانت قريص البحر، كانت فتحت نفسي شوية. ربنا يرزقك بابن الحلال. هو فين بس؟ ما أنا بقالي أهو 20 سنة وأنا مستنياها على الحر من الجمر يا عزيزة يا أختي. كريم ده لما ربنا يعوز تبص تلاقيه طالع لك من تحت الأرض. مفيش مرة يا ربي اسحب الشبكة ويطلع لي فيها راجل. انت مفجوعة رجالة كده ليه؟ مش سنة الله ورسوله؟ طب ما تعملي يا اختي اعلان في روزاليوس. ما عملتي يا حبيبتي ولا نفحت؟ فش. سمعت أضع يخرب عقلك. بسم الله الرحمن الرحيم. السمكة الكبيرة راحت فين؟ فين؟ فين ده ايه؟ ما انت حطها بايدك يا عزيزة. ما تكونش حداية خطفتها. حداية من يا اختي؟ ما يقدر عليها الا الشديد القوي. شمشمي كده يا حميدة. وقعت في شر اعمالك. والعمل. تعال. حرامي سمكة يا حرامي. ايه حرامي؟ حرامي ونوري كمان. لا مش وش على طلعت زي اوعى انت. هات بقول لك. استني شوية. عايزة ايه يا شاطر؟ عايزة سمكتي يا شاطر. هات سمكتك. ليه؟ هي مكتوب عليها اسمك؟ احنا اللي صدناها من البحر. هو يعني البحر ده بتاع ابوك؟ اوعى تجيب سيرة ابويا على طرف لسانك. انت مش عارف احنا ابونا مين؟ هيكون مين يعني؟ احنا اولاد المعلم حنف شيخ الصيادين. طز. ولما انتوا بنات الشيخ الصيادين مالكم مفجوعين كده على حته سمكه؟ لا 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 يا اخويا خدوها بالهنا والشفا. ياخدوها ده ايه؟ هات السمكه حرامي. اشمعنى انت اللي مسحوبه من لسانك واختك كلها ذوق وانسانيه؟ يا اخويا اسم الله على ذوقك، ده انت كلك شهامه وانسانيه. سيبها له يا عزيزه. هسيبها لهم ازاي؟ دي الشوكه فيها خساره في بدنه. هات السمكه. لا يا اختي بعد الشر على بدنك. وبعدين بقى ما تخلوش استعمل معاكم القوه بقول. وهو ليه بس؟ ما نتفاهم احسن. اوعي. هات السمكه. تفاهم حلو قوي. هو بعدين من التفاهم. بقول لك هات السمكه. تعالوا يا بنتي. انتوا اصطدتوا السمكه دي من البحر. اه. واحنا اصطدناها من البر. يا سام. وربنا حل سر البر والبحر. هات السمكه بقول. لا. اما الصوت صحيح. شوفي بقى يا بنت انت، احنا لغايه دلوقتي ما غلطناش معاكي. تغلط مين؟ ده انا ارميك تقف في البحر. هات السمك. لا سيبها لهم يا حسن. طب والنبي لما تنطق ما انا سايبها. سيبها لهم يا حبيبي وخلينا احنا ناس كويسين. طول عمرك كويس ورخيص وابن ناس. يا سلام لو كانت كل الناس زيك. ويا سلام لو كانت كل الناس زيك. يا ست حميده مش وقت عواطف دلوقتي يا حبيبتي. يا اختي سيبيني اسمى الله بمحاسنه شويه. سيبها لهم بقى عشان خاطرك بس. ايه السم الهار ان شاء الله. تكسم مهري بدلك منك يو. لا 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 يا اختي بدن هو بس، انما بعد الشر على بدن ده. يجدي يجدي يجدي. يا لا حميده كفايه العضله تعطلناها. على عيني والنبي يا دي الشاب، ده انت جريت الدماء الحاره في شراييني. الله السمكه تاني راحت فين؟ ايه راحت؟ عشان كده سابولنا دي. قول لي عمل لك ايه قلبي؟ قلبي اللي انت ناسيه قل لي، وانت الغالي عليه الغالي عليه قلبي. تصدق باللي خلقك من غير مناسبة؟ ان ما رجعت السمكة هخلي نهارك اسود. مش وش على الشاب اللي احسن يتخض يا قلبي. هتمشوا من هنا ولا لا؟ لا مش ماشيين. هتعمل ايه يعني؟ انت باين عليكي ما تجيش الا بالضرب. لو كنت راجل صحيح مد ايدك عليا. كده؟ طب تعالي. ايوه يلا هبطلك تقص اللسان. يلا على امك انت كمان. يلا.
أما أبا أما يا أبا هنا يا أما. إيه يا عزيزة يا ندمتي يا حميدة؟ مالكوا يا بنات؟ عدمونا العافية يا أما. آه يا أما يا خرابي عدموكوا؟ أنا نازلة حالا وارمي يا حميدة. ده فرهدة خالص يا عزيزة. إن شاء الله تموت يا رب أنت وأما. هذا الشر عنه يا عزيزة، ده كله نخوة وطنية. مين هم اللي عدموكوا يا بنات؟ ولدين يا أما ضربونا وسرقوا السمك مننا. يا خرابي لا 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 يا أما، ولد واحد هو اللي ضرب والتاني اللي سرق وبس. ريس حنفي. جرى إيه يا أم حميدة؟ تعال يا أخويا الحق بناتك. بناتي؟ مالهن؟ حد اعتدى عليهن؟ اعتدى وبس، دول اتهروا خالص يا حنفي. كلام ايه اللي بتقوليه ده؟ بناتي انا يتهروا وفي حياتي؟ ايه اللي حصل يا بنت انت وهي؟ ولدين يابا ضربونا وسرقوا السمك. لا يابا، ولد واحد هو اللي ضرب والتاني اللي سرق بس. ولا قلتلهمش انتوا بنات مين؟ قلنا لهم زودوا الضرب فينا يابا. يا نهار ابوهم اسود، لازم اذبحهم اقتلهم اموتهم واحد واحد. تعالوا ورايا. تعرف يا ابن حميدو؟ أنا بقيت أضرب في البيت اللي اسمها عزيزة دي وقلبي بيتقطع. سلامة قلبك. ليه بقى؟ أصلها عجبتني، جيت الحق شجاعة وغلبوية، وأنا يعجبني الصنف ده، المدائر المناكب. لا يا عم، أنا يعجبني الصنف بتاع حميدة، أول نساء في حياتي. يا خبر اسود، اهو جالك الموت يا سارق السمك. زار انت هو يا قاطع تعتدوا على بنات؟ زار انت هو؟ لا 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 يابا، ده ما مدش ايده وضرب، ده سرق بس. سرق وبس؟ كلميه انت بقى يا ام حميده. ازاي يا جدع انت وهو تسرقوا السمك من بناتي يا جدع انت وهو يا جدع؟ الجدع يا اخت انا ملياش دعوه. المساله بسيطه يا مدام، ندفع لك تمن. وما دفعتش ليه من الاول؟ ما هو لو كانوا بناتك كويسين كنا عرفنا نتفق. كويسين غصب الحبايه عينك يا حرام. اتفضل. عجبك الشتيمه دي يا ريس؟ عيب يا عزيزه، ما يصحش الست تشتم راجل ابدا. يعني ايه؟ يعني انا ما اقدرش اشتمك؟ انت وحيات شرف ابوكي لو فتحت بقك بكلمه لقطم رقبتي. حنفي ايوه تعبت كده. انت عارفه ان كلمتي مش ممكن تنزل الارض ابدا. حنفي خلاص هتنزل المره دي. عايزه كام في السمك يا ست ام حميد؟ 100 قرش بدون مناقشه. اتفضلي يا ست، ولا انك تعكري دمك ابدا. بقى سيادتك شيخ الصيادين هنا. انت ما تعرفش سويسي؟ الريس حنفي انعم واكرم. انعم واكرم ده اسم والدك؟ شايف يابا هم ابتدوا يقبحوا. دي مش اباحه يا عزيزه، ده جهل. بعيد عنك. اسمك ايه؟ حموده ابن حميدو. وانا اسمي حميده. شايف ما حصل الصدف؟ وحضرتك؟ انا اسمي حسن. انتوا منين يا اولاد؟ احنا صيادين من رشيد، ضاق بينا الحال جينا السويس. وعندكم مركب تصطادوا بيها؟ لا والله يا ريس حنفي، تعرف لناش مركب تكون كويسه ورخيصه؟ ما تبيع لهم نورماندي حنفي. بس نورماندي دي تمنها 100 جنيه. ما انت برضه هتكرمنا يا ريس حنفي. عينيا الاثنين، ماليش بركه الا انتم. لكن انا سمعت ان النورماندي دي غرقت في الحرب يا ريس. دكها نورماندي 1، انما دي نورماندي 2. استطيع اشوف العربون دلوقتي عشان نقرا الفتحة يا سيد حسن؟ ايوه والنبي يابا، نقرا الفتحة دلوقتي دلوقتي دلوقتي. هنقرا الفتحة على نورماندي يا بنت تهتي. اهي سرقتك دي اللي بتطفش منك الهدفان. ادي 10 جنيه عربون. هات ايه يا وليه؟ ما تعقلي. بقول لك هات ال 10 جنيه يا وليه، بعدين نتحاسب. انت هتجيبهم ولا لا؟ قلت لا لا. والفلوس اللي تخش جيب الاسد لا ممكن تطلع الا على جدته. حنفي مفيش حنفي، انا قلت كلمه وانت عارفه ان كلمتي لا ممكن تنزل الارض ابدا. حنفي خلاص هتنزل المره دي.
إنما اعملي حسابك المرة الجاية مش ممكن تنزل أبدا. تعالوا يا أولاد عينوا نورماندي. إيه رأيك بقى في اللقطة دي؟ لكن دي بايظة خالص يا رئيس حلب. بايظة إيه يا راجل أنت؟ ما بايظة إلا الشيطان. أنت متأكد يا رئيس إن المركب دي بتمشي في البحر؟ تمشي في البحر وفي البر وعلى الحيط كمان. أنا ليا بركة اللي أنتم. لكن يا رئيس حنفي لا. لا لكن ولا حيثم. إحنا قرينا الفاتحة خلاص والعربون معايا. تفضلوا بقى نكتب العقد عند البزفان. بزفان ده إيه؟ ده سمسار مراكب وأباني وكيل أعمال وسائط توجيهية. يعني شهر عقارب متجول. اتفضلوا معايا. وانا كلمتي ما تنزلش الارض ابدا.
والمدام موافقه والاشياء معدن. طيب ومستني ايه؟ اعتبرها دخلت عزيزه لك وانت لها، بس اصبر عليا همسه حائره. طيب يا ريس حالك انت بقى، مع السلامه، وانا هبعت لكم العود بعد التسجيل على البيت. مع السلامه يا حبيبي انت وهو. الله يسلمك يا مجهود يا فندم. صلاة النبي يا أحسن. يا رازق الدودة في الحجر والطير على الشجر، ترزق حميدة بنت تفيدة بعريس ابن حلال جميل جمال، إن شاء الله حتى يكون له مثال. آه حموت بحفها يما، ذنبك في رقبتي. يا عيني عليكي وعلى بختك العكس. أنا عارفة راحوا فين العرسان؟ زمان وأنا صغيرة كانوا العرسان على قفا من يشيل لحد ما اخترت أبوكي. أنا ما أقدرش أصبر زيادة عن كده، شوفوا لكم حل. الصبر نفد مني خلاص. مالك يا عزيزه يا اختي؟ انت عارفه ان جوازتك دي تمت هتبقى سبب تعاستي وشقايا؟ يا نصيبتي؟ يعني ايه؟ يعني هفضل طول عمري عايشه لوحدي؟ وحيد وانهاء عن شريط حيران، ابكي وانوح على هوايا واضحي قلبي في يوم في يوم في يوم هنايا؟ انت عارفه انهم مش عايزين يجوزوني لما تتجوزي انت؟ انا دلوقتي هيتجوزوني البذا فندي غصب عني. كويس كده يعني؟ يعني ايه يا عزيزه يا اختي؟ يعني هفضل طول عمري من غير جواز؟ ده حتى مش كويس ابدا على عقلي الباطن. مالكوا يا بنات بتتوشوشوا على ايه؟ ياما انا عايزه اجل جوازي شويه لحد ما ربنا يوعد عزيزه اختي بابن الحلال. ابن الحلال موجود يا حبيبتي، الباز افندي راجل ابن راجل وعليه كرافته ترد الروح. ياما انا ما ببلوش الكلام ده. ايه يا عزيزه؟ امال عايزه تتجوزي مين؟ عبد الحليم حافظ؟ اخر زمن البنات تنقي عرسانها. ياما وانت اللي هتتجوزي ولا انا؟ انا افصل وانت تلبسي، انا اطبخ وانت تاكلي، انا اخطب وانت تتجوزي، فاهمه ولا لا؟ وانت يا حميده شنكلي لك واحد من الاثنين دول يلا وخلصينا. انا خلاص ياما شنكلت وتشنكلت. مين هو يا حميده؟ احلى واحد فيهم ياما ابن حميده. الف مبروك الف مبروك، البخور اشتغل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. عواف يا ام حميده. يا عفيفي حال نفسي، تعال اشوف لك حل مع استا عزيزه. ايه يا عزيزه؟ تعالى المدام ليه؟ يابا انا عندي اموت ولا اتجوزت البذا فندي ده؟ كلام ايه ده يا عزيز؟ ده راجل انا نفسي اتمناه. بس يا ريس حنفي، ما دام ما بتحبوش مش ضروري تغصبوه على جوازه. وانت مالك يا بارد انت؟ حد خد رايك؟ كده؟ طب حقك عليا وعلى كل حال البلد ده برقبتي. طب اطم رقبتك منك لو. الله يسامحك. وانت يا حميده ربنا يفك عقدتك انت كمان. ويرزقك بابن الحلال يا حميده يا بنت حنفي. ازيك يا ابن الحلال؟ الله يخليك يا انسه حنفي. الشاي يا عزيزه. الفطير يا حميده. حاضر يا ابني. اوامك، عاوز اكل. تعالى عيني يا ابني. اموري ولا نفذ يا ابني. يما افتحي له الباب يا ابني. ايه حلاوتك يا ابني؟ اتفضل يا حسن افندي. اتفضلوا. وناويين تسكنوا فين يا شباب؟ والله يا ست ام حميده احنا بعد ما نشرب الشاي هننزل ندور لنا على اوضه ولا حاجه. ودوروا ليه يا ابني؟ احنا عندنا تحت اوضه بحري جنوبي شمالي قبلي. اه يعني خشها الشمس والقمر وتبقوا جنبنا واحنا جنبكم. عايزتوا حاجه بلا قافيه؟ محتاجه. انت متاكد ان الاوضه دي كويسه ولا يعني رخرة نورماندي تو؟ نورماندي يا سيدنا الافندي. بقول لحضرتك دي قصر منين، دي مصلحه المواني والمناير. حبت تاجرها منا ما رضيناش ابدا. يا سلام. انت ايه ما بتعرفش سويسي؟ ده انتوا حظكم السما اللي وقعتوا في ايدينا. قولوا لهم مبروك يا بنات. على ايه تاني يما؟ اجروا الروف جاردن اللي تحت. يا سلام يما، تقوليش اتخلق لي واتخلقت له. يا بنتي من صبر ظفر. ظفر؟ هو في اكتر من كده ظفر. يلا يا بنات انزلوا نظفوا لهم الاوضه. يا سلام، احنا اللي ننظفها ليه؟ هنسكن فيها. يعني ايه هنسكن فيها وسخه؟ اذا كان عاجبك. يلا يا عزيزه يا بنتي، الاوضه وسخه قوي، محدش يسكن فيها بحالتها دي ولا البهايم. الله يخليك يا ريس. يلا يا حميده انزلي مع اختك. يا سلام عليك يا اما، مش تستني لما ابن حميده يشرب الشاي. لا بيبقى كله بتاكل. بس افتحي عينك كويس يا بنت، انت فاهمه الباز بتاعك ولا ايه؟ عشر اذا كنت انت ولا الباز. لكن هتتجوزيه غصب عن عينك. ده بعدك، ده انا اتجوز اللي على مزاجي انا. مزاجك؟ وانت كمان لك مزاجك.
طبعا، والا ما كنتش كرهتك من اول نظر. طب انا بتكرهيني والباز بتكرهيه، امال بتحبي مين؟ مع الاسف لسه ما لقيتش راجل عشان انا احبه. مش معقول. مش معقول ليه؟ هو لازم كل انسان يحب؟ ايوه كل انسان طبيعي لازم يحب. طب انت بتحب مين؟ بكل اسف لسه ما لقيتش بنت مؤدبه اقدر احبها. انت يا قليل الادب. طب وانت زعلت ليه؟ عشان انت بتقول كلام يزعل. اهو طب ما تزعليش، حقك عليا. انا صحيح ما حبيتش لغايه دلوقتي، لكن لو لقيت واحده حلوه ولسانها طويل حبتين يمكن احبها، ومش بعيد ابدا اني اموت فيها، ويجوز كمان اني اعبدها. وكمان بتمد ايدك عليا. انت هتنضفي الاوضه ورجلي فوق رقبتك. عايزني اشتغل تشتغل معايا، مش خدامه ابوك. ابويا. ايه حاجه غريبه دي. عايزه تفتح انت كمان، انت كده بتعمل مصيبه. طولي بالك يا جدع، مش خاطر الخير اللي بيساعدنا. Thank you.
تو تو تو. والآن سيري يا نورماندي بسم الله مجراك ومرساك. اهلا ست عزيزه. اديني والنبي شمامه وبطيخ. شمامه وبطيخ، يبقى صحيح اللي سمعناه. ايه هو ده؟ هو جيران الهنا، دول باين عليهم عزاز قوي اللي هتاخد لهم صنفين. ولو في تفاح كمان كنت خايف. يا ست ربنا يتمم بخير. ام احمد اهلا بالعروسه. والنبي وقتين كوسه وقتين بطاطس ورتلين ملوخيه. الف مبروك يا ست عزيزه. على ايه يا ام احمد يا دي الفضيحه؟ فضيحه ليه يا اختي بعد الشر؟ هم عريسين يتقال عليهم فضيحه، دي البلد كلها عارفه. يا ندامه. والنبي يا ام احمد لسه كريم يا رب. قوي يا ام احمد. صباح الخير يا ست عزيزه. صباح الخير يا فندم. صلاه النبي احسن. احسن الف مره طبعا يا فندم. ايه؟ انت من امتى بتكلميني بالشكل ده؟ اصل مفيش داعي يعني تطلع لي من ورا الحيطان كده زي العفاريت. عفريت؟ بقيت عفريت دلوقتي. انت يا بنت مش كنت بتحبيني قبل ما يجوا العيال دول؟ انا؟ وحياتك عمري ما حبيتك. خلاص نسيتي كلامك معايا؟ لا ما نسيتوش، بس يعني عشان بتكلم معاك بذوق وبادب ابقى خلاص بحبك؟ لا يا شيخ، ونسيتي كمان ضحكك معايا. هو يعني عشان ضحكت لك على نكته بايخه قلتها ابقى بموت في دبديبك؟ انا اذنك. زوجة اوعى وجع في بطنك. صلاة النبي احسن. سفرة دايما يا ريس حنفي. دوم عندك يا ريس حسن. ريس من غير مركب زي مركب من غير ريس يا ريس. معلش يا ابن حميدو، بكره صلحها لك وخليها بارقه نفاسك. يبارك لنا في انفاسك يا ريس حنفي. يا لهوي يا يما مالك يا حميده؟ انا ما خدتش شاي. الوبر معرض معايا قوي يما، ادوا له نفس من هنا يطلعوا من هنا. يمكن الفوليه واسعه يا حميده. ابدا يما ده لسه بخيرها. تعالى يا ابن حميد يا حبيبي سلك لها البابوه. اسلك ايه يا ست؟ هو انا مراتبي ولا صلح امور الجد معمر؟ يا اخي الراجل لازم يعرف المعلومات العامه. بذمتك يا عم انت، دي معلومات عامه ولا معلومات مهببه؟ تعالوا النبي يا ابن حميد عشان خاطر. حاضر ما تخلفهاش. اتفضل. فين البابوه؟ هو ده؟ حميد وما دامين. أنا عندي إليك مثال ولا فيش غيرك حنفاء، أنت وبس اللي حبيبي. أنا في عرضك. أبوس إيدك. بتبصي ليه كده ليه والمكري جوه عليك؟ كل شوية يقول حواليك تاخدها تحرق عليك. والنبي. حبيبي يسمع. بحبه يسمع. والنبي. أحمد. والنبي. والنبي. أنا خايف للبابور اللي جوه يدوس البيت. ما تخافش يا حنفي. ده بابور قشاش مش اكس يا حبيبي. والنبي يا حميده اعمل معروف بلاش فضايح يا حميده. انا صفيه. والنبي يا حميده نجحتك المقاصد عليك. والنبي تديني اكسر يا حميده. يا خرابي اودي وشي فين من امه وابويا يا عمي. اعمل معروف يا حميده اديني المفتاح. اهو مد ايدك خد المفتاح. يا قاتل يا غادر يا سارق قلوب العذارى. حضرت ايه يا حميد يا ابني؟ عاد مش كده يا لهوتي. ايه يا ام حميده؟ خير بس يفتحوا الباب وكل شيء يتدبر. يتدبر؟ يا حصلت يتدبر. يا خرابي شو يا دهوت السوداني. خلاص انا اغمى عليا. اغمى على سيدني احسن نفوخ يقع على الارض يتكسر. انا احط
حين يا امه الوحش الفاسد الاسد الغاب انسان الغاب طويل الناب طويل الناب انسان الغاب كلمه ورد غطاء غطاء مين والنبي يا عم حنفي ده انا مظلوم مظلوم ازاي وانت متعصب لا يسلم الشرف الرفيع من الاذى حتى يراك على جوانبه الطمع حسن روق دمك يا ريس حنفي اللي وقع يتصلح ما يتصلحش ابدا ده زي عون الكبريتي عشان افندي لا يتصلح بالجواز فورا الجواز فورا الحقيني بالمأذون ونعمل الفرحين مع بعض فرح حميدة على ابن حميده وعزيز على الباز بيتك عزيزة ابعد عني ارجوك انا فاهم سبب زعلك عزيزة انت ما بتحبيش الباز كنت مطمنة انه مش هيتجوزك قبل ما اختك الكبيرة تتجوز وهي خلاص هتتجوز ودلوقتي هيحكم عليك تعيشي طول عمرك مع واحد بتكرهيه مش كده يا عزيزة عشان ما يبقوش يلوموا البنت اللي بتهرب من اهلها ولا البنت اللي بتموت نفسها اياكي تفكري في حاجة زي كده لو جوزوني الباز غصب عني هموت نفسي وتهون عليكي حياتك انا حياتي ما بلهاش قيمة في ناس حياتك عندهم اغلى شيء في الدنيا والناس دول مستعدين يخلصوني من الباس لو كان في حد صحيح بيحبني ويتقدم لي انا متاكده ان اهلي هيفضلوا مش هنسلوا الجميل ده ابدا هفضل طول عمري احب واسهر على راحته واخدمه بعناية الانسان ده موجود يا حسن فضلك تخرج اخرج انا مالي شوف اللي عملته ده يا طويل الناب انت حتى انت يا بروسة مظلوم والله على ما اقول شيء والنبي الست دي انا لم امسسها بوتيت وايه اللي هيخليك تتجوزها بحبها طب وتعيط ليه علشان هتجوزها وايه عزيزه روحها فوق عماله هتموت نفسها من الزعل زعل ليه علشان هتجوز اختها لا علشان هيجوزوها للبال طب وانت ايه اللي مزعلك ايه الانسانيه يا اخي عندك حق بنت حلوه زي دي مش حرام يرموها في ايدين واحد ما بتحبوش طيب ما تشد حيلك وتخلصها وتتجوزها انت لتاني مره اقول لك احنا مش جايين هنا نحب ونتجوز احنا جايين هنا نخلص مأمورية مهمة صحيح؟ طيب والإنسانية دي يلا يا وسام الساعة بقت الساعة 10 يلا Thank you.
مثل الجمال على الضيوف. مرحبا يا فندي. مبروك يا حسن افندي. الله يبارك فيك. يعني ما سالتنيش مبروك علشان ايه؟ علشان ايه يا اخي؟ ايوه اصلا سمعت خبر انكم رايحين تتجوزوا بنات الريس حنفي. طب وافرض ان احنا هنتجوزهم، انت دخلك ايه؟ اما شيء بارد يا اخي. انا دخلي ايه انا؟ الله، انا شيء بارد انا؟ ايه؟ طب بشرفي انا الجوازه دي ما هتتم ابدا. لا هتتم غصب عنك، وانت اللي هتمسك الشمعه كمان. الشمعه دي تحطها في عينك. ده احنا بار، عيب الكلام ده. وانت كمان بتعرف تتكلم يا اهبل انت. حقك عليا، ما تزعلش في صحتك. صلاه النبي احسن. كان كل عاشمك تجوزيهم للبنات. ابدا والنبي يا اخويا، انا عملت ترتيبي على حميد
جوازها بابن حميدو وجوازك بعزيزه الخميس الجاي. وقبل حميدو يتجوز حميده؟ قبل يا جدي وبعتير من الفرحه. وقلنا عودتك اتفكت يا باشا فندي. يعني لو ما كانش اتقبض عليهم كنت اتجوزت عزيزه انا؟ اه والخميس القادم يا وش الساعه. طب والعمل ايه دلوقتي؟ يا فيها عمل؟ استنى بقى 3-4 سنين لما نشوف عريس لحميده. هي دي حاجة سهلة يا حبيبي. ما تروحوا البوليس يا حرفي وتشوف لهم حل. أروح فين يا ولية؟ تجار مخدرات. أروح أتوسط لهم. معلش. تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. صباح رباح يا معلم حنفي. أما بقى أشوف طريقة أنا. تصبحوا على خير. خير؟ خير من إيه؟ أنا من ساعة ما حبستني في خانة اليك وانا قلت كده دي مش هتنتهي على خير ابدا. جت الحزينه تفرح ما لقيت لها مسرح. حسن وحميد، حسن وحميدو، حسن وحميدو. مالهم ماتوا؟ يا ريت يا بنتي اسخم. اتجوزوا؟ يا ريت يا بنتي اسخم واسخم. مصلحه الضرايب حدثت عليهم؟ اسخم واسخم واسخم. انا ايه بس في اكثر من المصايب اللي قلناها؟ قبضوا على خطيبك يا عروسه. ابن حميدو؟ ابن حميدو تاجر الحشيش. ما تفوتينيش ياما تفنيني في تربه وحناطيني. يا عيني عليكي وعلى بختك يا اختي يلي ما فيش جواز ليكي بتتم من الاخر ابدا. عن مين وصابت فيا ياما؟ اصلك كانت وحشه كده ليه يا اخواتي؟ انت وقعت ولا الهوى اللي رماك؟ والله يا ابني ما انا شايف ابنك. مرحب مرحب، حصلت البركه. الله يبارك فيك. ازيك؟ الله يسلمك. وحشني موت موت موت. ان شاء الله ما تشوفش وحش. ما شوفش وحش، ما انا شفتك اهو. المخدرات اللي في المنديل دي بتتاجر فيها ولا بتستعطاها؟ معلش يا ابني، حقك عليا. سامحني بقى. انت عارف عقوبتها كام دي يا حلو؟ كام؟ 25 سنة يا جميل، ربع قرن يا رفضي. وانت يا واد يا هلفوت، انت شريك ولا هتدعي الانكار؟ يا شاويش، القضية دي جناية ولازم تعرضها على المأمور في الحال. مأمور؟ هو المأمور فاضي عشانك انت يا هلفوت يا ابني الهلفوتي؟ امال ايه رأيك ايه؟ رأيي رأيي انكم تشربوا في السجن لحد صباح لما يجي حضرة المأمور. جرهم يا عسكري على السجن. يلا قدامي. وتوصى بأخينا ده عشان معرفة قديمة. اللي ربنا نجاها منك حشاش انت. حشاش؟ مين قالك الكلام ده؟ الباز افندي قال لنا على كل حاجه. الباز افندي؟ ايه مش عاجبك؟ على الاقل راجل شريف وازيك حشاش. فاكر لما دخلت وراي الاوضه وقعدت تكلمني؟ تمنيت ساعتها انك تتجوزني بدل الباز. كنت مغشوشه فيك وفاكره نفسي ان انا بحبك. وبعد ما خرجت قعدت اعيط لوحدي في الاوضه زي المجنونه. انما دلوقتي انا بقيت اسعد انسان في الدنيا، لاني سمعتك بتقولي بلسانك انك بتحبيني. كنت. ودلوقتي بس حسيت بالسجن والقضبان دول، لان لولاهم كنت بوست شفايفك الحلوين اللي سمعت منهم اجمل كلام في حياتي. عزيزه. وانت بتوطي علشان اشوف ابن حميدو انا كمان. الله. ايه؟ مفيش فايده، انا مش هشوفك. حميده. ايوه حميده، ما تنزل بقى سروميو. يا نهار اسود، انت ايه واكل زلط؟ ايدك بقى هتدور عليك انت يا عم. اعملها لي كده.
اخينا. هتغيب كتير يا ابن حميده. والله اذا كان حظي كويس هغيب 15 سنه بس. ما تقلقيش يا حميده اذا غبت، ما تخافيش جايلك. ما تعرفش تهرب يا ابن حميده. يا نهار اسود، عيب يا حميده، ده انا راجل مواطن شريف وشرفك عندي، انا مواطن شريف. الوداع يا مواطن. جود باي يا شريف. المخدرات يا فندم. لو سمحت يا فندم، في حاجة مهمة لازم أقولها. اتفضل. أيوة، بس الشاويش اطلع برا. اطلع برا ليه؟ قول اللي أنت عايزه. اتفضل. اتفضل يا سلاي حضرة الضابط. متشكر. اقعد يا حضرة الصول. صول. صابت صابت. قهوة قهوة يا مشاويش عطية. حاضر يا فندم. تجيب القهوة بنفسك ومش عايز حد يدخل هنا. حاضر يا فندم. ازاي الكلام ده؟ ملازم أول حسن محمود وصول حميد السيد، ازاي تفضلوا ساكتين لغاية ما تباتوا في السجن؟ أصل احنا في مأمورية سرية وما كناش عايزين حد يعرف غير سيادتك، وعلى العموم حبسنا ده هيساعدنا في مأموريتك. عندك حق. أنا هرتب الحكاية كأن البوليس ما خدش باله من حكاية الحشيش، وإن حجزكم كان لعدم وجود أوراق شخصية، ونفرج عنكم بالضمان الشخصي. كويس، متشكر يا فندم. بس ممكن الباز السمسار هو اللي يضمننا. اشمعنى الباز يعني؟ لانه كان عارف انه معانا حشيش، فلو حضر الاجراءات مش هشك ابدا في طريقه الافراج عننا. لا معلش، هنشربها عندك يا شاويش. وابعت لنا الباز السمسار يضمن عليه ومفرج عنه. حضر. شاويش عطية. نعم. الكلام اللي سمعته هنا مش عايز حد يعرفه ابدا. حضر. حتى ولا الضباط. حضر. مفهوم؟ حضر. حضر يا شاويش. الله خير. خير. كيف بنروح ناخد رتولك؟ حضر. حضر. احنا متشكرين خالص يا حضرة المأمور. مع السلامة، وأي مساعدة تطلبوها اتصلوا بي على طول. ربنا يوفقكم. ابعت الفراش ينظف الدواء دي. حاضر. سماح المرة دي يا حضرة السود، اللي ما يعرفك يهلك. معلش يا سماح. سماح لي؟ ده أنا مبسوط منك لأنك قمت بالواجب بتاعك وزيادة كمان. بتضحك يا ابن العريضة؟ العفو، العفو. عفو؟ عفو مني يا رفضي يا ابن الرفضي. بس يا حميدو خلينا نخلص شغلنا. الله يخليك يا حضرة الضابط. اتفضل يا حضرة الضابط. اتفضل يا حضرة الصوت. اتفضلوا. لا 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 لا، خلينا زي ما احنا.
احنا اتنين متشردين بتعمل لهم محضر تحري. اوعى تغير معاملتك لينا والا يبوظ الشغل كله. حاضر يا فندم. حاضر. بلاش يا فندم دي. حاضر يا فندم. طبعا. ما بلاش يا فندم دي. اسمع يا شويش عطيه. نعم. الباز يا فندم جاي هنا دلوقتي. ايوه فندم. تمشي في اجراءاتك قدامه بالظبط كاننا اتنين متشردين واقفين قدامك. حاضر يا فندم. يا شويش انت ما بتفهمش. بلاش يا فندم. طيب يا مجرم. برافو هذا الشغل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا شوشتة. صباح الخير يا باز افندي. ايه خير في ايه؟ الولدين المتشردين دول قبضنا عليهم وما لقيناش معاهم بطاقات شخصية وعاوزين حضرتك تضمن عليهم. بطاقات شخصية بس؟ امال كنت فاكر ايه؟ لا 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 ابدا ولا حاجة. يا سلام ده انا اضمنكم بعينيا الاثنين. انت تعرف الاوباي دول منين يا باز افندي؟ والله دول فيهم واحد عديلي انا. مش كده يا ابن حميدو؟ انا ليا الشرف يا باز افندي. بتضحك قدامي يا رفضي. الله الله الله. انت هتقف كويس ولا استعمل لك الجزمه الميري يا متشرد يا ابن المتشرد؟ يا سيدي كتر خيرك متشكرين. تسمح لنا نروح بقى؟ نروح ليه؟ في بيت ابوك فين؟ ده انت لسه قدامكم اجراءات وفيش وتشبيه وليله سودة على دماغ ودماغ اللي خليتك. طبعا اذنكم بقى لغايه ما تكملوا اجراءات القانونيه بتاعتكم انا هروح البيت ابشر الجماعه واجيب المأذون انا. انا مش هسيبك الا لما اشرب من دمك. وبعدين معاك يا ابن حميد احنا جايين هنا نهزر ولا ايه؟ الله يخليك يا حضره الضابط انا متاسف للي حصل والله. بالعكس انت كان لازم تعمل كده قدام الباز واي واحد يخش علينا. متشكر يا حضره الضابط بس ما احبش حضره الصول يكون زعلان مني. انا غلطان يا حضره الصول. انا متاسف. اعمل معروسك. انا هخرب بيتك وبيت اللي خليكوه. تعرف لو اشوف خلقتك قدامي تاني مره عشان فطهالك انت صاحب الشنطه. انت لسه واقف قدامي يا صنم يا ابن الصنم يا بغل يا ابن الدغم. امشي طبعا. امشي. امال هو انا ليا بركه غير الست حميده؟ الهي يسعدك يا جوز اختي. ما كانش حد يعرف يخلصهم ابدا غيري انا. امال كلك شهامه يا باز افندي. وعلشان خاطر عزيزه كمان تكون مبسوطه ذنبها ايه؟ ويعني عشان خاطر خطيب اختها كان هيخش السجن ومن المسكينه تنحرم مني انا؟ حبيبي العمر قصه حبي. انت حبيبي ارحم دموعي. يا ولي يا حرام عليك ده انا لسه خارج من كاس العزاء. سلامتك يا قمر. احنا متشكرين خالص يا باز افندي. العفو يا اخي. العفو العفو العفو. انا عملت كده بس علشان خاطر الزوزه وخطيبتي. ربنا يتمم بخير يا باز افندي. هيتمم بس من هنا ورايح بقى لازم تمشوا بعقل. خدوا اخي المره الجايه انا مش موجود يبقى مين رايح يخلصكم؟ لا عندك حق مفهوم. الغرض حمدلني على سلامتكم. وقدر ولطف يا سي حسن. انا من بكره الصبح هنتشل النورماندي. تو تو. لكن هتعرف تطلعها يا ريس حنفي؟ حتما لازم اطلعها. دي لو حكمت هجيب لها جنرال هويلر. ولا يكون عندك فكره. ولا لكم عليا من يوم الخميس هتلاقوا المأذون جاهز ويخش سيدنا على ستنا وستنا على سيدنا. الله عزيزه وانت اهلا يا ست نتانيا. مرحبا ست الحسن واللطافه. اهلا يا ريس حنف. الله مش انتوا اللي مسكوا البوليس امبارح؟ ايوه اصل ما كانش معانا بطاقه شخصيه. ازاي دول قالوا عليكم تجار مخدرات؟ مخدرات يقول الجدع اللي يثبت تعجب. ها يا ريس حنف. انا في الخدمه يا جميل. الجماعه جايين بكره بدري. انت ما قلتلوش يا باز افندي؟ والله كنت لسه هقول له انما بقى يظهر الفرحه نستني. الصبح حضر نفسك بدري هفوت عليك اخر. من نجمه جاهز تحت امري. تروح فين يا ريس حنف؟ انت نسيت النورماندي ولا ايه؟ ايوه والله صحيح بس مش معقول اسيب الناس دول وانا بطلع منهم بقرشين كويسين. ناس مين دول يا ريس حنف؟ جماعه من مصر اصحاب الست لتانيه بيجوا يصطادوا على الساحل. طب هما محتاجينك في ايه؟ ما يسلمش الامر انا اقول لهم شويه ميه شويه دم وكمان عشان احرسهم لان الحته دي مقطوعه. عادي. طيب ما تقعد انت والريس ويلر تطلعوا لنا النورماندي واروح انا وحميد وبدالك نخدمهم. موافقه يا ست لتانيا انا اضمنهم برقبتي. مفيش مانع. واحنا تحت امرك من الصبح بدري. على خيره الله. ما تنساش ميعادنا يا باز افندي. لا انسى ازاي وده معقول؟ الحمد لله على السلامه. طيب حشيش؟ الحشيش ايه؟ احنا بتوع حشيش؟ احنا اخويا حشيش ايه بس يا الله بنت التفت.
تطلع ايدي يا باشا فندم. وانا اعرفه. تكونش شوكولاتة. صلاة النبي احسن. احسن. قرايبك الناس اللي جايين دول؟ انت مالك يا اخي؟ لا يعني بسأل فيهم ستات حلوين زيك كده؟ وافرض ان فيهم حلوين، انت جاي تخطب ولا تخدم؟ محسوب. انت غلباوي قوي. يعني افندم. اهلا ابن حميدو، ازيك يا حسن؟ ايه بتوقفنا علشان ايه؟ عاوز تفتشنا ولا ايه؟ لا 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 يا ابن حميدو، ما كنتش اعرف انكم فيها. لا والله فتشني فتش يا سيدي. معلش حقك عليا، مش قصدي، ده انتوا ناس على راسنا. لا والله فتشني فتش. اتفضل يا مدام اطلعي. معلش يا ابن حميدو، الراجل ما كانش واخد باله ان احنا اللي راكبين. اهو ده اللي كان ناقص، تجيش تفتشنا احسن. قلنا معلش بقى يا ابن حميدو. الله شيء يجنن. لا لا لا، تعالى هنا جنبي، تعالى يا سيدي. انا مع السلامه يا ابن حميدو. اهو ده اللي كان ناقص، تجيش تفتشني. لا والله تعالى فتشني. تفتشوش؟ عيب يا مدام، ده احنا بقالنا 12 سنة رايحين جايين في السكة دي. احنا بنتبهدل تفتيش لما نيجي نعدي لوحدنا. الناس ما همات. حصلت البركة. عارف. اهو ده اللي كان ناقص، كنت تعالى فتشت احسن. ايه؟ عند الشجر اللي هناك. اهم جم. الله، انتوا اتاخرتوا كده ليه يا ستي؟ كل نقطه يفتشونا ربع ساعه. ها مساكين، ليه انتوا ما تفتشتوش؟ بشر، بصي شايفه دول؟ ابن حميدو، حسن. الله، فين حنف امبار؟ كان مشغول النهارده وبعت الجماعه دول بدال. ودول اللي ما بيتفتشوش؟ ابدا، يعني هيخدمونا من كل ناحيه. تبقى عال قوي. نزلوا الحاجات من العربيه والخيمه الكبيره علشان تنصبوها. رايك في لتانيا دي يا ابن حميدو؟ شجرة موز يا ابني، دي كبيرة قوي، دي طرف الخيط، خد بالك منها كويس، هتوصلنا لكل حاجة يا رب. ابن حميدو، ابن حميدو. اهو. اهلا وسهلا. انا لو كنت لقيتك بتستحمى مع البنات كان يبقى نهارك هباب. هو ده معقول؟ هو انا ليا بركة غير حميدة؟ اقعدي. ايه اللي جابك يا عزيزه؟ بشم الهوا. ليه؟ مفيش هوا عندكم؟ اصل الهوا هنا رايق. يعني الهوا اللي رماكي؟ فشر، ده بعدك. يا ابن حميدو، حضروا النار عشان نشوي السمك. حالا. انبسط مع ست لتانيا بتاعته دي. ايه؟ طب هو رايح وراها يعمل ايه؟ يراقبها، قصدي ياخد باله منها، حد يفطس يختص، احنا مش صنعتنا نراقبهم. يلا بينا. الله، امال فين عزيزه؟
زعلانة عشان انت رحت ورا لتانية. أما مجنونة صحيح، وراحت فين؟ ورا لتالتة. أنت مشيتي ليه؟ حبيت أخليلك الجو مع الخواجاية بتاعتك دي. يا عبيطة، ده أنت دفرك برقبتها. أمال سبت دفري وجريت ورا رقبتها ليه؟ صدقيني، مفيش غير واحدة بس في كل الدنيا اللي هيمة في نظري، ومعناها غضبانة وزعلانة، لكن أنا متأكد إنها بتحبني زي ما أنا بحبها. عزيزة. أوعى سيبني. عزيزة، أنا بحبك يا عزيزة. سيبني بقولك. الله. بحبك. عملت كده. أنا بحبك يا حسن من أول يوم، وكنت بتخانق معاك من غيري لأني عارفة إن أنا هحكي لواحد غيرك، واحد ما بحبوش وعمري ما هحبه، عايش معاه طول حياتي متعذبة، وإنت في يوم من الأيام هتلاقي واحدة تحبها وتعيشوا مع بعض متهنيين. أؤكد لك إني عمري ما حبيت ولا هحب غيرك يا عزيزة. كان لازم أفرح قوي وأنا بسمع الكلام ده منك، لكن ايه الفايده وانا هتجوز بعد يومين؟ يومين ممكن يحصل فيهم حاجات كتير قوي. زي ايه؟ عزيزه، انا ما اقدرش اوعدك بحاجه دلوقتي، كل اللي اقدر اقوله لك اني اكون اسعد راجل في الدنيا لو اتجوزتك. تتجوزني بكره؟ يا ريت يا ريت كنت اقدر. يعني بتحبيني وعايز غيرك يتجوزني؟ عزيزه، لو بتحبيني وبتحبي لي الخير اصبري عليا، هتعذريني لما تعرفي ظروفي. أنا اللي أعرفه حاجة واحدة بس، إني هتجوز يوم الخميس. الله عزيز. أهلا يا حميدة، إيه اللي جابك؟ نزوركم. أهلا وسهلا. خدي يا حسن اشوي دي على بال مقلع. انت هتقلق اكتر من كده؟ ايوه، علشان قلبك. يو يلا بينا حميد. الله، احنا لسه قعدنا. انت كنت عايز تقعدي قولي انت. يو استني يا عزيزه. الوداع يا ميدو. الوداع، مع السلامه يا حميد. انا ملان الا الوداع يا حميد. ما هو رايحه فين يا ست؟ هتمشى شويه. اجونتك؟ لا، خليك مستريح. خليك انت هنا ما تتنقلش. رايح فين؟ رايح وراها. ايوه وصلت 48 انبوبة كاف و84 انبوبة ها. والثمن؟ سوليف هيدا حصمة انجفلاتس 5000 جنيه. وامتى هنستلم البضاعة؟ تعذيب اسمه تعبارة صباحي ريزا نبر، الساعة 4 يوم الخميس في بطن الزير. تطلع فين بطن الزير دي؟ ملكش دعوة، انا عارفة قصده ايه. سبقتها عن طريق تاني. البنت مريض شافتك وانت ماشي وراها. اهي اهي رجعت. يلا بينا نتدارى في حته. بالعكس، لازم نخليها تشوفنا. مين اللي ماشي هناك؟ انا لتانيا.
انتوا لسه ما نمتوش؟ ننام ازاي؟ واحنا جايين نحرسكم ولا ننام؟ برافو عليك، تصبح على خير. وانت من اهل الخير. هتعمل ايه دلوقتي؟ تعرف حته اسمها بطن الزير؟ انا يا اخويا لا بعرف بطن الزير ولا الحماله. والباس كمان ما اعرفهاش. ده لازم سين بينهم وبين بعض. انا هوصل السويسه ابلغ الرئاسه وارجع حالا. انا مش فاهمني حصل ايه ولا حاسبني زي الطور كده؟ لما ارجع افهمك كل حاجه. امال ازاي لما رجعت لقيته موجود؟ ما اعرفش، انا شفته ماشي وراك. مش معقول، والا كان وصل بعد تلاقيه كان رايح حته ثانيه. على العموم لازم نتاكد ونعرف مش وراك لغايه فين. ما لو كانوا بليس هنروح كلنا في داهيه. انتوا شكاكين زياده عن اللزوم. في شغله زي اللي بنشتغلها الواحد لازم يشك في اخوه. ما تطلع الجس ينبضهم. ما انا لسه داخله قدامهم، لو خرجت تاني وقعدت اسالهم وجس نبضهم هتبقى مكشوفه قوي. الصبح له عينين. واذا كان هما بوليس يستنوا علينا للصبح يعني هيعملوا ايه؟ هيقبضوا علينا. ويقبضوا علينا ليه؟ بضاعه ما عندناش. احنا ناس اشراف جايين نتفسح زينا زي غيرنا. مش يمكن سمعك وانت بتتفق مع صاحبنا على استلام البضاعه يوم الخميس؟ وفرض محدش يعرف بطن الزير دي فين غيرنا احنا. برضه الاحتياط واجب. بكره الصبح انت ومريز تشتغلوا عليهم وتشوفوا لنا حكايتهم ايه. بالنهار. هنعمل ايه؟ مش لازم نحرسكم ونخلي بالنا منكم؟ شغلنا كده. حق تمام زي البوليس. بوليس؟ لا لا، بتعمل كده ليه؟ اصل ابن حميدو ما يقدرش يسمح كلمه البوليس دي ابدا. ليه يا ابن حميدو؟ اصل احنا بصراحه تجار مخدرات. يا خبر اسود، تجار مخدرات؟ ايوه، اكبر اتنين مهربين في السويس احنا. يا ولاد الايه؟ ولا باين عليكم. ما هي دي الحداقه. اعملوا معروف انا بخاف من الحاجات دي قوي. اوعوا تعملوا حاجه لحسن ابلغ عنكم البوليس. بوليس؟ ما قلنا بلاش سيره البوليس دي. معلش يا ابن حميد. ايوه سيبونا من السيره دي، قومي بيا ننزل البحر. احسن فكره. وانتوا تنزلوا معانا. ايوه بس انا معرفش اعوم. اعلمك. وما عندناش مايوهات. نجيب لكم. تجار مخدرات، الله يخرب بيتك. امال عايزنا اقول لهم ايه يعني؟ بنشتغل في الفونتانا؟ والله انا خايف يكونوا شكوا فينا. امال انا قلت لهم احنا ليه مهربين؟ علشان لو كانوا شافوك لما رحت ورا لتانيا امبارح اشيل عنهم فكره البوليس دي خالص. خد البسه بسرعه. انا مش مستريح ابدا للجماعه دول. مفيش ابدا مهرب يقول على نفسه مهرب لناس ما اعرفهمش. كمان ابتديت اتوحش، دول مش شكل صيادين ابدا. دلوقتي نتأكد من كل حاجة، بس خليهم معاكم في البحر على قد ما تقدروا. يلا شوفوا شغلكم. ابن حميدو. غلطت، جبت لك البايع بتاعي. Thank you.
بتمباحث وصل مباحث. الله يرحمنا. قبل ما يرحمنا نخلص عليهم. بلاش كلام فارغ. البوليس ضروري عارف انهم معانا هنا. ومش بعيد يكون في حد غيرهم بيراقبنا. لو قتلناهم هيعلقونا كلنا في المشنقة. امال هنعمل ايه؟ نهرب ونلف بجلدنا. نهرب ازاي؟ احنا دافعين 5000 جنيه امبارح والبضاعة مش هنستلمها الا بكرة. نضيع شهر العمر كله بشربة مية ونرجع للفقر من تاني؟ هما النسالة ما يقفشونا وناخد 25 سنة؟ هما مش ممكن يقبضوا علينا الا بعد ما نستلم البضاعة. هيقبضوا علينا من غيرها ليه؟ يتهمونا بايه؟ اسمع. رجعها مطرحها زي ما كانت تمام. وانت افضل هنا راقب له الطريق. وانا هدخل عليهم بطريقة تانية. استنيني في خيمة يا مريس. مريس تعال. ايه مالك؟ سلامتك. اصله ما بيعرفش يعوم وشرب ميه كتير من البحر. طب تعال استريح، انا حتى عاوز اتكلم معاكم في حكايه. خير؟ تعال استريح الاول. اهلا وسهلا حمام العافيه. الله يعافيك خوفيه. بقى صلوا بينا على النبي. اللهم صل عليه. وهلا هلا على الجد. والجد هلا هلا عليه. ده تانية قالت لي انكم بتوع حشيش. ونعم الاخلاق الكريمه. وانا كمان بتاع حشيش. ونعم السجايا القويمه. والايد لوحدها ما تسقفش. قفش. ويا بخت من نفع واستنفع. انفع. بس احب اتاكد الاول. اكد. تعرف في اصناف الحشيش؟ ايه اللي ما اعرفش كويسه دي؟ طب ايه اخر اصناف نزلت السوق؟ اقول لك يا سيدي، في صنف اسمه موعد مع السعاده، لكن ايه؟ ملبن، حاجه على كيفك قوي. وفي صنف تاني ممشيش عندنا، سوق واقف خالص. اسمه ايه؟ جمعيه المنتفعين. حلو قوي، لا ابنكار صحيح. لتانيه كانت قالت لي ان نقط الحدود عارفينكم ومش بيفتشوكم. وانا عندي شويه كوكايين عاوزكم توصلوهم لغايه مصر. تاخدوا مني كام؟ احنا مش بتوع فلوس، احنا ناخد 10%. لا 10% كتير. احنا هنفصل، مش عاوزين. ما يبقاش طبعك حامي كده. خلاص 10%. البضاعه هتكون جاهزه يوم الخميس الساعه 4 بعد الظهر. وهتسلموها لنا فين؟ لا يا حدق، واحده واحده، كل شيء هتعرفه في اوانه. اما اروح انا اوضب شغلي. شايف حدائق محسوبك؟ هم طبوا يا عم زي الجرادم. انا كان لازم يرقوني لواء. لواء. يلا بقى لعبه، الساعه بقت 11. طيب يا بنت، اما اشرب فنجان القهوه. يسيب الشغل اللي في ايده ويجيبه معاه. اهو فايا حسن عندهم، ولا عايز اجوز غيابي؟ حاضر. وما تنساش تجيب الشربات، فاهم؟ حاضر. وابن حميد قبل الشربات، فاهم؟ حاضر. انت مش قلت انك هتسلم لنا البضاعة الساعة 4؟ ايوه. طب دلوقتي الساعة 11. البضاعة وصلتنا بدري. ايه اللي يخلينا نستنى للساعة 4؟ الشغلانة دي تحب السرعة. انا هروح معاهم وقبل المغرب هكون رجعت بالفلوس. جود لك. يلا بينا. يلا بينا فين؟ مع السلامه. يلا حسن اطلع ابن حميد. والله اطلع. والله مش تخبي لك الصندوق حاجه احسن؟ تخبي مين يا عم؟ احنا شغلنا على المكشوف. اطلع اطلع، خليه على الله. فتشني فتش. لو النبي فتشني اظن هتفتش. اتفضل. الصندوق ده فيه ايه؟ سمك. ايه عاوز تفتشه كمان؟ اتفضل فتش. والله عالم، ما تفتشني احسن. Thank you.
كمون. كمون؟ كمون ازاي؟ امال كنت عاوز يبقى فيها ايه؟ كمون علشان السمك المقلي، في مانع؟ اقدر اطلع شاويش؟ اتفضل. تشاو. ليه يا حسن؟ طلع استنتاجك مظبوط؟ ايوه يا فندم، من ساعه ما لقيت الجواب متطبق عرفت انهم فتشوا في دومنا واحنا بنعوم، وعرفوا اننا بوليس. وحكايه النهارده برضه زي ما بلغتنا ان قصدهم يبعدوكم عن عمليه التهريب الاصليه؟ مفيش تفسير غير كده يا فندم، وانا متاكد ان بقيه العصابه بيستعدوا دلوقتي لاستلام البضاعه وتهريبها. انا معتمد على الله عليكم يا حسن، انما المهم لحد دلوقتي لسه ما عرفناش بطن الزير دي تبقى فين. على العموم هتلاقي اللي هو في انتظارك في المكان اللي اتفقنا عليه. مع السلامه. ألف مبروك يا عريسنا. الله يبارك فيك يا أستاذ، والله أنا لو كنت بعرف أزغرك كنت زغرت لك أنا. الله، دول هدوا المعسكر. أنا كنت متأكد. وفكرك راحوا فين؟ الخيام مهدودة، ولا في أثر لا الحسن ولا ابن حميده ولا أي إنسان قد يكون. يخرب بيتي، راحوا فين؟ يكونوش الخواجات اتلموا عليكم؟ ما تخلصونا احنا بقى. ده ايه ده؟ يخلصوكوا يعني ايه؟ يعني اروح ضحيه انا مفيش جواز؟ ايه النحس اللي راكبني ده يا اخواتي؟ فكوا عقدتي يا رب. حاطط كده يا حميده، هنعمل ايه المعدم اللي جايين بالليل؟ نكتب كتاب على الحساب خلاص. مش ممكن بنات يخشوا الا مع بعض. انا قلت كلمه وكلمتي ما تنزلش الارض ابدا. حنفي. مفيش حنفي. أنا قلت نكتب كتاب عزيزة، يعني نكتب كتاب عزيزة. حنفي. خلاص تنزل المرة دي، إنما عامل حسابك المرة الجاية مش ممكن تنزل أبدا. الساعة 4 ميعاد استلام البضاعة ومحدش منهم جه. وإيه الفايدة؟ عارفين الساعة ومش عارفين الحتة اللي هيسلموا فيها البضاعة. بس لو نعرف إيه قصدهم من بطن الزير. ما تفكر معايا يا ابن حميدو. انا اعرف بس ادي زير وادي غطاء. مش كنا يا ابني قبضنا على الباز وعرفنا منه كل حاجه؟ الباز ما يعرفش، ده سأل ثانيه قدامي ما رضيتش تقول له. اما انا مغفل صحيح، بطن الزير يبقى فيها ايه؟ صحيح، بطن الزير يبقى فيها ايه؟ يبقى فيها ميه طبعا. وافرض فيها ميه؟ يبقى احنا غلطانين ان بندور في الجبل، لازم ندور في البحر. ابدا، ميه الزير ميه حلوه والبحر ميته مالحه. شوف لك بطن تانيه. انا متاكد ان فكرتي صح، الجماعه دول كانوا جايبين معاهم ادوات صيد وغطس لازم بيستعملوها عشان يجيبوا البضاعه من تحت البحر. معاك، يبقى برضه معرفناش فين بطن الزير. لازم تكون قريبه من هنا. ايه اللي يخليهم دايما يعسكروا في الحته دي عشان يكونوا جنب شغلهم؟ وريني. يلا بينا. ايوه مش نبلغ الاول اول؟ مفيش وقت، قبل ما نبلغ الاول يكونوا مشوا. كتر خيرك يا رب. يا رب.
عشان كنت راجل. فين الولاد بتوعنا؟ مش عارفه، لازم حسن هو كمان هنا. حسن؟ تالت رصاصه. اربعه. بعدين لك رصاصين ومسدسك يفضى. كلمتي ما تنزل الأرض أبداً. حنفي مفيش حنفي.